تبقى في الذاكرة ديالك بحديدان أو لا؟ أكيد أنا في ذاكرتي فنان كبير، شكرا، بارك الله. موهبة جبارة، وفخورة أن عندنا من هذا الكاليبر هذا في الوسط الفني المغربي. ولكن أكيد حديدان عنده واحد لحد شكرتي نوريه شطارتي. أنا علاش حديدان شخصيا، غنعاود لكم واحد الحاجة غريبة، أنه جدي الله يرحمه البين بابا كان كيعاود لينا الحجايات، و فكان كيهضر لينا على حديدان، وحديدان الحرامي كان كيسميه، وهينه وهادشي كله. انا ما عرفتش، كنعرف بزاف ديال الحجايات، وكنفكوهم كنحلوهم كنعطيو الحل ديالهم. فملي كان كيجي حديدان كنبقى نتفكر، كنت كتفكرني بواحد الفتره جميله في حياتي هي الطفوله، وحنا جالسين انا وخوتي، وحنا تبارك الله كنا بزاف وفي مكان بسيط كنجلسوا، كيبقى يعاود لينا الحجايه وخصنا نديروا الحل ديالها. فشكرا لك انك حيتي لي في هذيك السلسله هذيك الاشياء. شكرا لك بزاف، والناس اللي اشتغلوا معك كاملين، السيناريست والمخرجه يعني تبارك فاطمه بوكدي اللي عندها هذا الجانب الرائع. فشكرا لكم. سيدي كمال، وحنا تنتكلموا عليك طبعا.